انتبهوا أيها السادة، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، مساء الفل، وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم انتبهوا أيها السادة. في مجتمعاتنا الشرقية لقب عانس بيعتبروه وصمة، وبنات كتير ممكن تسمع أي كلمة إلا إنك تقول لها أنت عنستي. والعنوسة زي ما احنا عارفين هي تأخر سن الزواج، والسن ده بيفرق من ثقافة للتانية. يعني في القرى الريفية مثلا لو البنت عدت 20 سنة يده هي دقي، الأم تقعد بقى تنعي حظها وتقول لجوزها وبعدين يا أبو إبراهيم هي البنت هتفضل قعدانة كده، الناس هتاكل وشيني، البنت الصفاء بالتراجاء، جارتنا اللي في سنها بقى على كتفها عيل. مين صفاء بنت رجاء دي؟ مهم. أما باقي في المدن بقى الموضوع مختلف حبتين، وسن العنوسة بيرتفع يمكن لحد 30 سنة، وبعد 30 الدنيا بتقوم وما بتقعدش. يعني لو البنت بتشتغل مهما كانت وظيفتها عادية أو مرموقة تلاقي أمها بتقول لها لا ملكيش واحد زميلك كده ولا كده، يعني بتستلطفيه أو بيلمحلك بحاجة. ولو البنت قالت لها لا يا ماما، ما هترد بكلمة غريبة جدا، تقول لا طب يا بنت تلحلحي كده، يعني هتتلحلح ازاي انا مش فاهمة، يعني هتلفت النظر بأنهو طريقة، يعني تروح الشغل لابسة سبايدر مان مثلا. الضغوط اللي بتمارسها بعض الأسر على بناتهم بسبب تأخر سن الجواز بيجيب لهم عقدة ويعيشهم في قهر نفسي وعصبي كبير جدا. والأسوأ من كل ده إنه بيهز ثقتها في نفسها، خصوصا لو البنت يعني مش جميلة قوي، وده بيترتب عليه إنها تقدم تنازلات كتير وتقبل عريس مش مناسب ليها خالص ولا متوافق مع شخصيتها علشان ترضي أهلها وتخلص بقى من زنهم. وقدام ده كمان بتتخلى عن طموحاتها المهنية، إذا كانت عاوزة مثلا ترتقي في شغلها أو تعمل دراسات عليا، لأنه في مجتمعاتنا برضو الست مهما وصلت ملهاش غير بيتها وجوزها. يا ترى الأمهات عاوزين بناتهم تعمل إيه لو القطر فاتهم؟ يجروا ورا القطر ينزلوا في الشارع ينادوا على عريس، ولا تتلحلح ازاي يعني زي مامتها عاوزة تحاول توقع واحد زميلها وأول ما يتوب تقفش في زمارة رقبته وتقول لك عريس يا بوي؟ والله عيب جدا، بجد عيب. احنا لازم نصون بناتنا يا جماعة ونعلمهم كمان يصونوا نفسهم، بدل ما واحد في يوم من الأيام يقول لها وانتي كنتي هتموتي عليا، أو يعيرها ويقول لها احمدي ربنا اني انقذتك واتجوزتك بعد ما عنستي. يا ريت نفهم برضو ان الجواز اسمه ونصيب زي كل حاجه في حياتنا. اسباب كتير طبعا زودت نسبه العنوسه في مصر وفي مجتمعنا العربي بشكل عام، منها غلاء المهور المبالغ فيه من بعض الأسر، غير طبعا ارتفاع أسعار متطلبات الجواز زي الشقة والذهاب والأجهزة الكهربائية، وكمان ممكن يكون عدم استقرار العلاقة بين الأم والأب بيخلي البنت تتعقد من الجواز وتقول لنفسها أتجوز ليه يعني عشان أعيش العيشة دي. ولو مثلا شافت باباها بيضرب مامتها هتتعقد أكتر وأكتر. نسبة العنوسة في مصر وصلت لحوالي 9 مليون بنت،
من بين عدد البنات اللي تخطوا سن الـ30. وهتستغربوا لما أقول لكم إن أعلى نسبة عنوسة في العالم العربي في لبنان. أيوة لبنان، لبنان اللي مليانة بنات زي القمر، بتحتل المرتبة الأولى في الدول العربية. واطمنوا يا جماعة، مصر مسطورة حبة كده ومستخبية في النص، يعني هي جاية في المركز الرابع. لكن يا ترى زي ما في بنات كتير قوي بتكون نفسها تتجوز وتخلف حتة عيل كده ويقول لها يا ماما، وبيتأثروا لو اتأخروا شوية في الجواز وشافوا البنات من حواليهم اتجوزوا وربنا أنعم عليهم بالخلفة. يا ترى في بنات تانية حابين انهم يعيشوا سينجل وتقول لك انا كده حرة نفسي، انا كده برنسيس. سؤال حلقة النهاردة، يا ترى العنوسة مرحلة حرجة بتمر بيها البنات ولا حرية واختيار؟ مستنيين اجاباتكم ومشاركتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك واللي هتظهر على الشاشة حال. انا عايز اقول كمان ان غلو المهر، يعني هي حاجة المهر والشبكة. طيب الشبكة العروسة بتلبسها وبتفرح بيها طبعا، وكل واحدة نفسها تبقى الشبكة بتاعتها احلى من 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 صحباتها او احلى من ولاد خالتها ولاد عمتها والحاجات دي. طيب الشبكة دي بتتلبس قد ايه؟ يعني يا دوبك الدبلة، واذا كان محبس الماظ تمام. ايه بقى لزومه بقى البروبرو اللي في الايدين والبروبرو اللي جو 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 جو. ليه يا جماعه؟ والله انا سمعت حاجه اخيرا، دلوقتي بقى يقدموا الشبكه فضه، والفضه دي جميله جدا ومنها اشكال تحفه. ايه المشكله؟ المشكله اللي انت تلبسي الدبله وعليها محبس الماس، ما اختلفناش. او لو مش في مقدور العريس انه يجيب محبس الماس، يبقى الدبلة. مش انت كنت نفسك تلبسي دبلة؟ هتلبسي دبلة، بس بلاش المغالاة قوي يا جماعة في الشبكة. ما هو العريس كمان بيتحمل حاجات لا طاقة له بها. كلمة لغة عربية، لا طاقة له بها فعلا. أجهزة بقى والستاير بقى والسجاجيد والحبشتكنات والحركات، كفاية يا جماعة. ادوا فرصة للشباب انهم لما يجوا يتجوزوا ما يبقوش داخلين معاناة. وتلاقي بقى ايه بعد الخطوبة ده، انه تولد بقى مش قادر يحلقها. ايه يا عم في ايه مالك؟ يقول لك بجهز بتجوز ليه؟ يعني خففوا الحكاية دي عشان البنات تتجوز لو عايزين يتجوزوا. تعالوا بقى نشوف فقرات حلقة النهاردة ايه. معانا الدكتور حاتم زاهر، استشاري طب نفسي الأطفال والإرشاد الأسري ومؤسس مشروع العبقري العربي، هيكون ضيف الفقرة الأولى واللي هيكلمنا عن فرط الحركة عند الأطفال. وياريت الناس اللي بيعانوا مع أولادهم من الموضوع ده يستنونا ويتابعونا على شاشة قناة الحياة. فقرة تانية إن شاء الله هيكون معايا أميرة محمد علي، مؤسسة صفحة جمعية المرأة المتوحشة على الفيسبوك. أما الفقرة الثالثة هتكون فقرة المطبخ، ومعايا فيها النهاردة متسابقة جديدة هي فاطمة حسن، هنتعرف عليها وعلى قصتها مع المطبخ، وهنشوف بقى هتعمل لنا وصفة شكلها ايه. وصفة ايه ده؟ فاصل قصدي، وراجع لكم تاني. الأطفال نعمة كبيرة ربنا بيرزقنا بيها، وكل أب وأم دايما لازم ياخدوا بالهم من أطفالهم، فحركاتهم طريقة أكلهم طريقة الكلام وكل تصرف بيقوم بيه الطفل. ولما الأب أو الأم يلاحظوا إن تصرفات طفلهم مش طبيعية، مثلا زي إن الطفل مش بيركز في أي حاجة، بيتحرك كتير، منعزل عن الناس وغيرها من التصرفات الغير طبيعية، طبعا بيكونوا قلقانين جدا. والحقيقة ده ممكن يكون مؤشر ان الطفل مصاب بمرض التوحد او فرط الحركة،
وعشان كده هيكون ده موضوع فقرتنا النهاردة، وهنعرف تفاصيل أكتر عن المرض وأعراضه. هنتكلم عن فكرة برنامج ومشروع العبقري العربي اللي تم إعلانها كأفضل فكرة في مهرجان فضائيات 2016، واللي اتكرم عليها ضيفنا دكتور حاتم زاهر، استشاري طب نفسي الأطفال والإرشاد الأسري ومدير مشروع العبقري العربي. أهلا بك يا دكتور. أهلا مدام هلا، زي حضرتك؟ شرفنا حضرتك. الله يخليك يا مدام هلا، الله يخليك. دكتور لو سمحت، في أسئلة كتير طبعا جات لنا هقول لك حضرتك عليها، لكن في البداية عايزين نعرف إيه هو مرض التوحد وإيه أعراضه؟ مرض التوحد من الأمراض المظلومة في المجتمع بتاعنا للأسف، لأنه دايما بيدخل تحت نطاق الأمراض اللي المنسية. يعني طفل قصته كده من البداية بقى، نبدأ إزاي مرض التوحد ده بيظهر، وإزاي ممكن أكتشف إن ابني أو بنتي مصابة بمرض التوحد. مبدئيا طفل من سن سنة، نقول ست شهور، بداية الأعراب بتظهر غالبا يا مدام هالة من سن ست شهور لسنة ونص. أيوه. البداية دايما المتوقع من الطفل إنه يحصل من حيث الكلام، من حيث التركيز، من حيث الفهم، من حيث التفاعل، من حيث القدرة على التعلم، المتوقع منه انه يحصل دايما ما بيحصلش. يعني يجي الطفل عند سن مثلا ست شهور ويبقى متوقع منه انه يبدا ياخد باله من الاب والام ويبدا يتفاعل معاهم، لما يكلموه يبص لهم، لما حد يشاور له يبص له، لما حد يحاول يجذب انتباهه يسمعه ويضحك، يتفاعل بلغه الجسد اكثر من لغه الكلام. الطفل ده من البدايه يبدا ما يبقاش في تركيز، مهما يحاولوا يلفتوا انتباهه مفيش تواصل بالعين، ولا كأنه سامع ولا كأنه شايف. أسرة تبدأ تقلق، توديه لدكتور عيون، توديه لدكتور أنف وأذن، يكشفوا على عينيه يلاقوه بيشوف كويس جدا، يكشفوا على ودانه لو بيسمع كويس جدا، بس الولد مش منتبه، الولد مش متواصل معاه، يعني مفيش تركيز، مفيش تواصل. تواصل لكن هو مركز في ايه؟ هو مركز، هو مش مركز خالص، لأن مراكز التركيز والانتباه والتواصل للأسف نموها بطيء جدا. تمام. لانه بيسموه او بيصنف انه مرض من الامراض النمائيه. يعني ايه مرض نمائي؟ المراكز موجوده، مراكز الكلام والفهم والتركيز والتعليم كلها موجوده، ولكن نموها بطيء. اللي الطفل الطبيعي يعمله في سن سنه هو يعمله في سن 7-8 سنين. نكمل بقى القصه عشان الناس تبقى انا رسمتها من البدايه لحد الاعراض بالكامل ما تظهر قدامنا. ولد زي ده المفروض يبقى عند سن سنه يبدا يتكلم، يقول كلمة أو كلمتين. أيوة. يفهم أمر من معنى واحد، يعني أقول له خد ياخد، ودي ودي، تعالى يجي، روح يروح. طفل زي ده عند السن ده لا بيفهم الأمر اللي من معنى واحد ولا بيقول الجملة أو من كلمة أو كلمتين، وتبدأ تظهر عليه أعراض غريبة جدا. بعض الحركات اللي بتبقى شاذة شوية، اللي هو إيه؟ ولد ما يرتبطش غير بالحاجات اللي فيها دواير، يعني يبص قوي للكورة، أي منظر تاني أو أي شكل تاني ما يلفتش انتباهه. يبدأ يعمل حركات دائرية كمان، يلف حوالين نفسه. لما يجي يلعب يحط الألعاب بتاعته ويرصها دايما على هيئة الدايرة، ودي من الحاجات الغريبة جدا في مرض التوحد. الظواهر اللي بنقف قدامها كده ونقول سبحان الله، اشمعنى الدايرة بالذات؟ لسه قدام العلم ممكن بعد 50 سنة 60 سنة الحاجات دي تبدأ تكتشف بالتدريج. نبدأ نعرفها. طفل عنده بعد شويه المفروض نبدا يتكلم اكتر، يقول جمله بقى من كلمتين، يبدا يفهم امر من معنيين. عند سن سنتين يقول 10 15 20 كلمه، ده ما بيحصلش. الطفل بيلاقيه عايش في عالم تاني خالص لوحده، يبدا يبقى منعزل عن الناس خالص، ما يعرفش الناس من بعضها. يعني تخيلي ما يعرفش باباه من عمه، ما يعرفش مامته من عمته، مش مرتبط بحد، ما بيناغيش، ما بيتكلمش، ما بيلعبش، واخد جنب لوحده، ليه اهتمامات غريبه. يعني تلاقيه بيهتم مثلا بلعبه معينه وتلاقيه ماسك فيها ما بيسيبهاش ليل نهار، قاعد في مكان معين ما يسيبوش ليل نهار، اكل معين ثابت لو ما اكلوش الدنيا تتهد، برنامج تلفزيوني معين لو قعد يتفرج عليه 24 ساعه ما يملش. يبدا بعد شويه الطفل ده القصه تزيد اكتر واكتر، بيبدا يظهر عليه اعراض تانيه، وان هو يبقى شخص عنيف عنيد عصبي،
يكرر الكلمات اللي بتتقال له زي البغبغان. احمد يقول لك احمد احمد، انا اسم، انت اسمك احمد، انت اسمك احمد، انت انت محمد، انت محمد، يقولها بدون داعي وبدون اي سبب. شخص تلاقي او طفل يبدا تظهر عليه اعراض تانية خالص، وان هو يبدا اجتماعيا ما يبقاش متواصل مع اي حد، يخاف من الناس، ما يتواصلش مع اي حد ولا من الاطفال مع اللي قده ولا مع اطفال، يبقى عنيف جدا معاهم لان لغه التواصل معاهم مش موجوده. ايوه صحيح، لان دايما الشخص الغريب في المجتمع بيبقى عنيف ضد هذا المجتمع. ايوه، غربه المجتمع هي غربه التوحد ده، لا هم فاهمينه ولا هو فاهمهم، وبالتالي هيبقى في عنف ضدهم، طبعا يبدا يعمل حاجات اكتر، يكرر حركات غريبه باستمرار، تلاقيه قاعد يهز في نفسه بدون داعي، يخاف من الاصوات العاليه، يرفرف بايديه، يعمل حركات بالايد كده زي رفرفه العصافير كده بالظبط، ويبدا الاب والام يلاقوه يدخل في نوبات من الغضب الغير مبرر. يعني يبدا الطفل ده بدون داعي كده يكسر اي حاجه موجوده قدامه، يمسك اي حاجه في البيت ويكسرها، يرزع ده يرزع ده، نوبات غضب غير مبرره نهائيا. يبدا الطفل يعمل حاجات تانية اسوأ، ان هو ممكن يسيب البيت ويمشي ويجري في اي حته. لما دي من يكبر الحاجات شوية، اللي في امريكا عملوا لها مراكز خاصه. لما بيكبر بقى ممكن يسيب البيت امتى؟ في سن قد ايه تقريبا؟ لا مش بيسيب البيت امتى، ده في اي سن، من سن لما يبدا يجري ويبدا يمشي. ممكن مش يسيب البيت ان هو كاره البيت، لا لا لا، ده هو مش مرتبط بمكان، لانه ما يعرفش اهميه البيت ولا اهميه المكان ده. ممكن يجري يسيب البيت ويمشي في اي حته. ايوه، عشان كده في امريكا عملوا مركز خاص لمرضى التوحد اللي بيجروا وبيسيبوا البيوت، وبداوا يعملوا نوع من انواع الحاجات الالكترونيه كده عشان يتعرفوا عليهم، والاسره تقدر توصل لهم لما يدخل في نوبه التجول والعنف الحركي الغير مبرر. طفل زي ده تبدا تظهر عليه اعراض تانية، ان هو بيحسش بالالم مهما حصل، بيحسش، عشان كده بيتجرحوا، ما بيحسش بالخطر. ممكن يمشي في الشارع، يجري قدام الاتوبيس، يخبط في اي حاجه، عشان كده من الناس اللي بيتعرضوا لمشاكل كتيره جدا، سواء اغتصاب، سواء حوادث عربيات او حوادث سيارات او الكلام ده كله، بيحصل كتير جدا لمرضى التوحد الكلام ده. ليه؟ لان احساسه بالخطر منعدم، احساسه بالالم منعدم. انا شفت او يعني واحد فيهم ممكن يعمل حركه غريبه جدا، ان هو يبدا يحك راسه دي في السجاده بتاعت البيت، رايح جاي اكتر مثلا 3 4 ساعات في اليوم، درجه ان وشه نفسه، ملامح وشه اتغيرت، مش حاسس، مفيش الكلام ده، مش موجود عنده. طفل بقى يبدا تعليميا مش موجود معايا، ما بيتعلمش، دراسيا ما يعرفش، اجتماعيا مش ظاهر، مفيش، ما بيتعلمش حاجه. بتظهر عنده ظاهره حاجه اسمها تكرار الاصوات الغير مبرر، زي ما قلت لك اللي هو الايكولالي، يعني انا اقول له اسمك ايه يقول اسمك ايه، يكرر يتكلم بصفه الغائب. لما يبدا يعرف اسمه يقول لك هو اسمه احمد مثلا، يقول لك احمد عايز كذا، ما يقولش ابدا انا عايز، انا عايز احمد عايز ياكل، احمد عايز يشرب، احمد عايز يتكلم، احمد لما يكون عايز حاجه ما يقولش انا عايز، ياخدني للحاجه اللي انا عايز اللي هو عايزها، حد عنده عايز ياكل ياخدني للثلاجه، عايز يشرب ياخدني للشيء اللي انا، الميه اللي هو عايز يشربها. وبالتالي احنا قدام طفل عنده مشكله في الجانب السلوكي، مشكله في الجانب التعليمي، مشكله في الجانب اللغوي، مشكله في الجانب المعرفي، مشكله في التواصل مع المجتمع بوجه عام. بيصاحب ده في بعض الاوقات، يعني مرض التوحد بياخد في ايديه كده مرضين، واحد فيهم هنتكلم عنه بالتفصيل وانا مجهز الفيديوهات بتاعته، هو مرض فرط الحركه. ان الطفل ده ممكن يبقى اضافه لمرض التوحد يبقى معاه فرط حركه شديد جدا، يدخل المكان مكان في ثانيه، يتقلب راسا على عقب، يدخل استوديو زي ده، الاستوديو ده في 5 دقائق هتلاقي الكاميرات دي فوق، الكراسي دي في اي حته، والاستوديو ده اتحول الى حطام. بيبقى عندهم قوه كمان 10 أضعاف الشخص الطبيعي. ليه بقى؟ لان المركبات الكيميائيه داخل الجسم من الحاجات اللي برضو يعني بنستغرب حكمه ربنا فيها، ان كل حاجه وليها دورها. لما يحصل خلل في بعض المركبات الكيميائيه والنواقل العصبيه داخل الجسم، الانسان ده ممكن يتحول الى هيركليز. ليه؟ لان قوته بتبقى قوه غير موجهه وغير محكومه بالعقل، فيقدر يعمل اي حاجه
في اي وقت، وبالتالي السيطره على عليه او السيطره على انفعالاته وردود افعاله تكاد تكون منعدمه، وبالتالي ممكن واحد زي ده مفيش 10 يقدروا عليه. وقت نوبه الغضب اللي ممكن على فكره يكسر فيها نفسه يكسر فيها غيره ما تقدريش عليه، ولا 10 رجاله يقدروا عليه، بنت او ولد ايا كان، سواء شيع اكتر في الرجاله. في الولاد الصبيان نسبته 4 لـ1 في الاولاد. طب نشوف الفيديو يا استاذ مجدي. المرض الثاني بقى اللي هنتكلم عنه هو مرض فرط الحركه وتشتت الانتباه. ده فرط الحركه ده الثاني بقى. مرض فرط الحركه وتشتت الانتباه من اكثر الامراض شيوعا في مصر والعالم بالكامل، نسبته ممكن توصل ل 11% في المجتمع بتاعنا ده. نقول الاعراض بتاعته: طفل كثير الحركه، قليل الانتباه، مندفع، حركته كتير جدا، صعب ان انا اسيطر عليه، صعب ويكاد يكون مستحيل ان اي اب وام عندهم طفل زي ده زي ما انت شايف يقدر يسيطر عليه. طب معلش سؤال يا دكتور بعد اذن حضرتك، في اطفال اشقياء؟ لا مش اشقياء، كثير الحركه. يعني ما بيقعدش في مكان، يقعد يتنطط من هنا لهنا، ممكن يطلع على الحيطه ينط على ده فرط حركه بنمها له. طب ما هو فرط الحركه بس هو ما عندوش توحد. لا مرض فرط الحركه ده انا قلت من الامراض لوحدها، ولكن ممكن يبقى التوحد مصاحب معاه فرط الحركه، يعني يبقى ايه؟ واحد عنده سكر وضغط في وقت واحد، تمام، السكر حاجه والضغط حاجه، لكن فرط الحركه ده مرض لوحده، ده طفل طبيعي ملوش ملوش يعني. طب طفل طبيعي، بس في ناس بتشتكي من الحكايه دي جدا يا دكتور. طفل طبيعي بمعنى ايه؟ مش توحد يعني، لكن فرط الحركه ده مرض، ده من اكثر الامراض خطوره في مجتمعنا ده، لانه للاسف بيقضي على الطفل تعليميا ودراسيا لو ما انتبهناش ليه طبعا. وسلوكيا كمان. الطفل زي ده زي ما انت شايف، بص كده ركزي معايا، الحركه بتاعته عاليه جدا، صعب ان انا اسيطر عليها، عنيف، مندفع، اي حاجه بتخطر على باله بيعملها من غير ما يفكر، اي حاجه بتخطر على باله بيقولها من غير ما يفكر، اي حاجه عايز يقولها او يعملها دلوقتي حالا بيعملها من غير ما يفكر. ده فيديو بنقارن بيه اللي على الشمال ده الطفل الطبيعي، واللي على اليمين ده الطفل اللي عنده فرط حركه. ده اول ما صحي من النوم شوفوا بيعمل ايه، ده صاحي من النوم شوف المشيه بتاعته، طريقته في الحركه، شوف ده هيعمل كام حركه خلال الدقيقه الواحده. اللي على اليمين ده اللي مريض، واللي على الشمال ده الطبيعي. شوف ده هو بينزل على السلم، انا بركز قوي على الناس، هو بيعمل وهو بيتفرج على التلفزيون، شوف بيتفرج على التلفزيون، شوف ثباته، درجه الثبات بتاعته، ده ثابت، ده قاعد، ده راسي. التاني بقى اللي عنده فرط حركه وتشتت انتباه بيعمل، ممكن يعمل في الدقيقه الواحده 20 حاجه. ممكن تلاقيه قاعد قدام التلفزيون يقلب 30 40 قناه في ثانيه، تك 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 تك، مفيش عنده اي تركيز اكتر من دقيقتين ثلاثه في الشيء الواحد. في الدراسه عشان كده بيفشلوا او بيقلوا، ليه؟ لانه دراسيا زي ما انت شايف بيذاكر اهو، حاول يذاكر، شوفوا قوي بيذاكر، ده اسلوبه في المذاكره، دقيقه نص دقيقه يقعد يقلب صفحات ثلاثه وفي الاخر يروح المدرسه، يرجع من المدرسه. لو انت خدت النهارده يا حماده ما خدتش حاجه، افتكرت ايه من اللي انت خدته؟ مش فاكر حاجه. ليه؟ لان اطول فتره بيركزها الطفل اللي عنده فرط حركه وتشتت الانتباه دقيقتين ثلاثه بحد اقصى، ما زدتش عن كده، وبيفصل. المرض ده من الامراض اللي موجوده في اكتر من 10% من اطفالنا، ومشاكله اكتر 100 مره من مشاكل الامراض الوبائيه اللي موجوده في مصر. عارفه ليه؟ لانه يا مدام هاله للاسف طفل زي ده لو ما اتعالجش هينتج ايه؟ احكي لك قصه بسيطه قوي. ام جات لي العياده بابنها عنده 22 سنه، تقول يا دكتور لو سمحت عالجهولي، ده عنده فرط حركه وتشتت انتباه لحد 22 سنه. ايه خلاكي، ايه اللي خلاكي تسكتي لحد ما وصل 22 سنه؟ قالت لي اخوه. قلت لها اخوه ماله؟ قالت لي اخوه عنده 26 سنه ودخل السجن امبارح. ليه دخل السجن امبارح؟ قتل صاحبه. قتل صاحبه ازاي؟ بيهزر معاه هزار عادي جدا، ولكن هو مندفع، مسك حديده ويضحك معاه، مسك حديده وطخ على راسه مات. لا ده مش طبيعي بقى، مش فرط حركه. لا هو عنده نفس الاعراض دي بس ما اتعالجش. لا لما بس بيكبر يا دكتور بقى، معلش معلش انا اسفه يعني معلش. في اطفال عندهم فرط حركه بنقول عليها شقاوه، تمام، لكن لما توصل لدرجه انه يمسك حديده ويدي صاحبه على دماغه. التطور الطبيعي للمرض في السن بمعنى ايه؟ هو بيفضل فرط حركه بيفضل فرط حركه لسن 16 سنه. بعد سن 16 سنه دخلنا في المرض ده نفسه، بينتقل اسمه من فرط الحركه وتشتت الانتباه اضطراب في الشخصيه. مضطرب طبعا طبعا، عشان ما تعالجش. انا ما عالجتوش وهو صغير،
فتحول في السن الاكبر الى مرض تاني، تحور خد شكل تاني، بقى الشخص ده عنيف مع كل الناس، مندفع، عصبي، ملول، ما عندوش صبر، اللي بيجي على باله برضه بيعمله من غير ما يفكر، هو جه على باله ان هو يخبط صاحبه. طيب ايه علاجه أتله. من وهو صغير؟ من وهو صغير اكتشفت المرض ده، الاعراض اللي انا شايفها ابني من البدايه، انا شايف ابني ما بقدرش اسيطر عليه. ايوه ده ضد الشقاوه، كلمه الشقاوه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي اقدر ارد عليها بحاجه واحده بس، قدرت اسيطر عليه بصوتي او بايديا يبقى ده شقي، ما قدرتش اسيطر عليه يبقى ده فرط حركه، يبقى مرض. يبقى مرض. اكتشفت الكلام ده من البدايه، ابدا اعالج، لان القصه بتاعه تشتت الانتباه انه انتباهه ضعيف وتركيزه ضعيف ما بتظهرش قوي غير في الدراسه. ايوه لكن فرط الحركه بتظهر من سن 6 شهور، يعني من سن 6 شهور ده بعض الامهات بتشتكي يا مدام هاله من هو لسه في الـ في الـ في الـ في الرحم، اللفه يعني في الرحم، تقول لك الطفل ده ما كانش بيخلينا نام، وهو لسه هو قبل ما ينزل بشهرين ثلاثه ما بنامش بسببه الحركه بتاعته والخبط بتاعه في جدار الرحم. القصه بتظهر من بدايه تكوينه الجنين، تخيلي، يبدا يزن، يبقى طفل زنان جدا ما بينامش حد، حركته كتير، بيفرك الفرق اللي بيتكلموا عليه العالي قوي ده، ما بينامش اكتر من ساعتين في اليوم. طفل الطبيعي في سن 6 شهور لحد سن 6 شهور تلاقيه نايم طول اليوم بالظبط. طب ده ما بينامش غير ساعتين ثلاثه، ايه اللي ما يخليكيش تشك ان في مشكله؟ يبدا بعد شويه الولد ده بيمشي بدري جدا، تخيل ان هو بيمشي قبل الشخص الطبيعي، عصب زي ما بيقولوا، بيمشي بدري، يعني ده تلاقيه في سن سنه بيجري قدامك. ابدا اكتشف الاعراض دي، يبقى لو سمحت بسرعه يا كل اب وكل ام في البدايه ابدا عالج، علشان ما تتفاجئش ان الولد ده وهو كبير مبدئيا دراسيا لما يبدا يدخل مدرسه التركيز قليل جدا، وبالتالي الاستيعاب الدراسي ضعيف، سنه عن سنه بيقل تركيزه، النهارده غير تركيزه بكره غير تركيزه امبارح، كل سنه مجموعه بيقل عن السنه اللي قبلها، وبالتالي الحق قبل ما ابني بعد شويه يتحول الى مشكله في الدراسه ومشكله في السلوك. الاسره بسبب الطفل ده ما بتقدرش تعيش حياتها مدام هاله، اسره زي اللي عندها طفل عنده فرط حركه تقول لك انا لا اقدر ازور اهلي ولا بقدر اروح على فكره اتسوق مشاكل. ولا اقدر اروح مول ولا اقدر اتفسح ولا اقدر امشي في الشارع ولا اقدر اعمل ايه. الام والله عمري ما انسى من مهله 7 8 سنين كده، ام داخلالي شكلها، يعني انت ممكن تطلعي كده من جيبك فلوس وتديها لها بسبب شكل، بسبب الولد اللي داخل، يا دكتور خد ده خلصني منه، الولد عنده 4 سنين، انا ما بنامش الليل يا دكتور بيه بسببه، انا مش عارف اعيش اي لحظه من لحظات حياتي بسببه، انا لا بروح عند اهلي ولا بشتغل ولا بروح هنا ولا بسبب ولد زي ده. طب ما هو في رساله جايه لنا برضو انه من هانو المناساوي بيقول لك ابني عمره سنه و8 اشهر لحد دلوقتي مش بيتكلم، بس بيقول حاجات مش مفهومه، يعني عنده صوت ولما يزعقوا له بيتعصب ويضرب الباب او الحيطه او اي حاجه جنبه، ومرات بيضربني تمام تعبيرا عن غضبه مني. يعمل ايه ده بقى برضو لو احنا سمعنا عنده فرط حركه. طبعا دي بدايات فرط حركه، دي بدايات فرط طبعًا حركه، بدايات، لان السن بتاع الظهور بتاعها من سن 6 شهور، سن 6 شهور سنه ونص، ممكن الاعراض بتاعه فرط الحركه عاليه جدا موجوده وظاهره، العصبيه، العند، ما بيستحملش اي حاجه، ما بيستحملش اي توجيه، زي ما قلنا اي حاجه بتيجي على باله ما بيحترمش الكبير، ما بيحترمش القواعد، ما يحترمش على فكره المكان اللي موجود فيه، يدخل يكلم الاكبر منه كانه بيكلم عيل صغير، انت 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 انت، انا بيدخلوا العياده والله يا مدام هلا انا يعني مش عايز اقول لك في ثانيه يبقى موجود هنا، بعد ثانيه بالظبط تلاقيه على المكتب قدامي، انا ياما كوبايات شاي وقهوه على فكره شربتها من فوق راسي بسبب الاطفال دول. طب ده التصرف معاهم علاج، يعني علاج دوائي ولا علاج سلوكي من الام او من الاب؟ بص مبدئيا بيبقى بيشخص الولد، بيتعمل له بعض التقييمات البسيطه، بنتاكد ان مفيش حاجه عضويه موجوده، لان بعض الامراض او الاعراض دي بتبقى موجود برضو، بيبقى مصاحب ليها مرض الصرع في بعض الاوقات، يعني لخبطه الكهرباء بتاعه المخ تبقى موجوده، زي ما بتبقى موجوده في التوحد زي اللي انا كنت هقوله لك برضو الثانيه. بنتاكد عضويا ان مفيش حاجه عضويه موجوده، بيقيم الولد، نعرف درجاته في كل حاجه، نبدا نحط خطه علاجيه على مدى 6 شهور سنه. الخطه العلاجيه بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ادويه موجوده حاليا، موجوده طبعا وامنه جدا للاطفال دول، بيبقى فيها علاج سلوكي
جلسات لتعديل هذا السلوك السلبي، العنف اللي عند العصبيه العدوانيه الكلام ده كله، في حاجات خاصه، في برامج خاصه بتعديلها، بقى في جلسات خاصه بتنميه مهارات التركيز والانتباه، بدل ما يركز دقيقتين يركز 5 10 20 30 هكذا لحد ما نرتقي بمستواه في كل حاجه، في التركيز وفي الانتباه وفي الجانب السلوكي والكلام ده كله. في جلسات خاصه بالتخاطب لو هو متاخر في الجانب اللغوي، لان بعض الاطفال دول متاخرين لغويا. بيبقى في جلسات خاصه بالاب والام، أكيد ازاي يتعاملوا معاه، طبعا ازاي اتعامل مع ابني لما يدخل في نوبه غضب، ازاي اتعامل مع ابني على فكره لما يتعصب، ازاي اتعامل مع ابني لما يحصل له نوبه هلع، نوبه من نوبات يدخل مثلا في مشكله مع طفل زيه. يعني احنا في النهايه قبل ما نسال حضرتك على المشروع العبقري العربي، بنقول انه كل الملاحظات اللي سيادتك قلتها لازم الام او الاب ياخدوا الطفل لدكتور نفسي طبعا، ومش عيب، لان في ناس كتير بتستعيب. انا بقول لك بصراحه انهم يودوا طفلهم لدكتور نفسي، لكن مفروض انه يروح دي مشكلتنا نفسي. انا في اقل من دقيقه هقول لك مشكله المرض ده بالذات في مصر ايه. رقم واحد انه بيدخل تحت نطاق الجن والمس والعفاريت. بعض الاسر تقول لك ده الولد ده ممسوس، يا ساتر، ويروحوا للشيوخ، يا ساتر، ويروحوا وقصه بقى الاعمال. أيوة. والدجل والكلام ده كله. رقم اتنين انه يقول لك يعني ازاي انا يبقى انا راجل مثلا محترم قوي، دكتور ولا مهندس ولا متعلم، ولا اودي لابنه دكتور نفسي؟ هيقولوا الاسره دي مجانين ومش عارف ايه وصمه المرض. والله. ايوه. المشكله الثانيه يقول لك اديله دكتور نفسي، اديله علاج يبوظ له دماغه. احنا دايما بنقول ان يا جماعه مش عيب ابدا ان انت تودي ابنك لدكتور نفسي، مش عيب ابدا ان الدكتور نفسي يديله علاج، لان العلاج متطور طبعا. لان العيب الاكبر ان انت تسيب ابنك ده يتحول بعد شويه الى كارثه وعاله في المجتمع. بس بعد اذن حضرتك، مش اي دكتور، يعني مش اي حد يروح يسال دكتور نفسي يقول له انا ابني عنده كذا كذا يقول له اديله الادويه ده، لازم يقعد مع الدكتور، وفي كشوفات كتيره وفي تحاليل وفي طبعاً. في حاجات كتيره، يعني مش طبعاً. الناس تسمع طبعاً. ان الدواء ده اخده مش عارفه ابنه فلان، الوصفات بقى البلدي دي بالظبط. ما ينفعش. لا طبعا. طيب نتكلم حضرتك عن المشروع العبقري العربي في دقيقه. طبعا بنقول لحضرتك الف مبروك. الله يبارك فيك. على التكريم في مهرجان الفضائيات لسنه 2016 كافضل فكره. فكرته ايه في دقيقه؟ لان احنا فاضل لنا دقيقه. منتهى البساطه هو المشروع والبرنامج، الهدف منه ان احنا بنعمل نوع من انواع الانتقاء للعباقره والعقول المميزه على مستوى مصر والعالم العربي بالكامل، من سن 5 لسن 16 سنه. بنعمل لهم مسابقه بنقيم فيها الاطفال وبنطلع افضل هذه العناصر العباقره والموهوبين واللي عندهم القدره على الابتكار والابداع والاختراع، مش لازم يكون اختراع. بنبدا نقيم هؤلاء باختبارات تدريجيه لحد ما نوصل افضل هذه العناصر. 100 واحد فيهم هيشتركوا معانا في برنامج افضل، يعني مش افضل برنامج، والبرنامج الاول من نوعه على مستوى العالم كله، هو الارب جينيوس، هو البرنامج اللي هيتم العبقرة العرب، هيتم فيه التسابق ما بين العباقرة العقول، هنطلع فيهم أفضل عبقري أو أفضل عقل موجود من سن 5 لسن 17 سنة على مستوى مصر والعالم العربي. المرحلة الثالثة أو الثانية من المشروع هو إن احنا إن شاء الله بنؤسس أكاديمية العبقرة العربي، الهدف منها إن هي تتبنى هؤلاء العباقرة والموهوبين ونرسم لهم نظام تعليمي او نحط لهم نظام تعليمي جديد مناسب لقدراتهم، بحيث ان انت تبداي تقضي على طبعا. ظاهره هجره العقول المصريه والعربيه خارج مصر. ولاحقا ان شاء الله هيبقى في جزء خاص بحاجه اسمها ارب جينيوس تكنولوجي، وهي حاجه شبيهه كده بمايكروسوفت ان شاء الله، وارب جينيوس تشانل، وهي قناه شبيهه بناشونال جيوغرافيك بس على المستوى العربي، بحيث ان احنا دايما يبقى في روافد للعباقرة والناس بتوعنا احنا ان هم يلاقوا متنفس ليهم. انا عايز اقضي على ظاهرة هجرة العقول، وعايز استعمل الناس دول الكنوز اللي موجودة عندي دي، ان واحد فيهم يا مدام هالة ممكن يحول مصر من الى، ممكن يقلب ميزان العلم ان شاء الله في مصر والدول العربية. وبرفع دايما في البرنامج والمشروع بتاعي وهو شعار واحد بس، وهو بالعلم تبنى الأمم، بالعلم كنا كعرب، وبالعلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور. الله يخليك. بشكرك جدا جدا، ولينا طبعا مقابلات تانية وتالتة إن شاء الله كتير قوي. ودلوقتي هنروح للمرأة المتوحشة والعنوسة.
اسمح لي انت عشان نفسي اتفقنا عليه. انت مين؟ انا اللي بيحبك، اللي بيموت فيكي، بيعبدك. انا اللي جاي لنادي قاتل يا مقتول عشان اتجوزك. عزيزي الرجل بصبح عليك، عزيزي الرجل أنت بعيد كل البعد عن أهدافنا وتوجهاتنا وأفكارنا ومشاكلنا اللي هتلاقيها، لأنها تخص أشياء الرجال فقط. ولو حسيت أن الكلام موجه ليك يبقى أنت للأسف على رأسك بطحة. الكلام ده مش كلامنا احنا، ده قانون أو دستور صفحة جمعية المرأة المتوحشة على الفيسبوك. معايا النهاردة مؤسسة صفحة المرأة المتوحشة، رحبوا معايا بضيفتي أميرة محمد. ازيك يا أميرة؟ أهلا، ازي حضرتك؟ متوحشة ايه ده، انت زي القمر. ربنا يخليكي. طب قوليلي بقى أول حاجة، مين ابتكر اسم الصفحة ده؟ ايه أنا. انت؟ خدت عن مسرحية الفنان محمد صبحي تغريف المرأة المتوحشة، جمعية المرأة المتوحشة، لما كان طالع محمد صبحي بدورين لالتقطين يا مرسي هي يعني. بس هي مش نفس الفكرة اللي هو ظهرها الحقيقة، إنما هي أول صفحة ساخرة بتتكلم عن وبتتناقش عن قضايا المرأة في صورة ساخرة، بس في بعض الوقت ما بتبقاش ساخرة. يعني لما بنيجي نتكلم عن قضايا التحرش أو قضايا الاغتصاب أو قضايا العنف أو قضايا الطلاق والحالات دي كلها والنسب دي، مش بتبقى ساخرة، انما بنسخر من المواقف مثلا اللي بتبقى بين الزوج وزوجته، بين الخطيب وخطيبته، بين تعامل الشاب مع. يعني تنصحي المرأة انها تبقى متوحشة في الحالات دي؟ احنا كمصريين احنا لازم نبقى متوحشين، ده مطلوب جدا. كبنات مصرية هقول لك ليه اساسا فكرة الصفحة اتبنت. سهل جدا دلوقتي رمي ستات بالبطل، يعني البنت اي حد يقدر يقول عليها شمال، اي حد يقدر يتكلم في سمعتها، اي حد يقدر يهاجمها، وهي مفروض ان هي عندها حياء فتسكت وما تردش وما تدافعش عن نفسها. ولو ردت تبقى شمال، ولو كانت جريئه واتكلمت في مواضيع شائكه دي كده هاتي بقى واحده جريئه بتتكلم بطريقه كويسه بتناقش بالعقل وكده، هاتي لي بقى 100 واحد بيهاجمها، 100 واحد بيحاول معاها، 100 واحد بيحاول يتحرش بيها، 3000 واحد بيهاجموها لمجرد ان هي بتتكلم في حاجه اسمها حريه. لان هم عندهم سيستمين، حريه دي يعني انحراف، حريه دي لا الاسلام والعادات والتقاليد، لازم نفرق بين الاسلام والعادات والتقاليد. طبعا الاسلام يقول لك حقوقكم محفوظه، طيب هي محفوظه في الثلاجه؟ هي محفوظه يعني المفروض انت تطبقها، تمام. انا عليا واجبات وليا حقوق بالمثل ليك برضو، ربنا سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبنبدا ان احنا نتكلم ونعرض الافكار دي، بلاقي البنات تقول والله انت قلتي اللي كان جوايا، فلقيت نفسي بقيت بعبر عنهم شويه. فكنت على شات مع واحده صاحبتي فقالت لي متوحشه، قلت لها طب انا هعمل الصفحه باسم كده معايا، وبعتني للاسف محدش استحمل. مش طب انت ايه الحقوق اللي بتطالبي بيها للبنات؟ يعني للبنات عامه، المراه المصريه عامه، احنا مش عايزين غير شرع ربنا يا اخوانا. يعني انتوا بتتكلموا بالشرع وبترفعوا المصاحف في وشنا، احنا دلوقتي انتوا مش فاهمين شرع ربنا اصلا. احنا كنساء فاهمين شرع ربنا، خيركم خيركم لاهله، استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقوارير، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجه تكليف،
تمام، القوامة انتوا فاهمينها غلط، الرجولة سيطرة، بس هي ان انت تسيطر على نفسك انت الاول، في مفاهيم كتير غلط. انما في فرق بين الرجولة والتنمر. اللي بيحصل ان هما بيجوا يتنمروا علينا باسم الرجولة، يعني حتى كلهم بيحاولوا يتنمروا عليا في الصفحة باسم الرجولة والدفاع عن الرجولة. طيب اتكلم معايا كده يعني راجل لراجل يعني. بس دي مش في كل الحالات على فكرة يا أميرة، يعني الفكرة أصبحت معممة، يعني على مجتمع الفيسبوك الفكرة أصبحت معممة. الفكرة معممة أوكي، بس السلوك مش عام، سلوك فردي يعني. في فئة كبيرة، في بعض منهم، مش هنقول كلهم بنفس الطريقة يعني. القليلين الكويسين يا مدام هال، القليلين اللي هم كويسين. إنما أنا مصر لما تبقى دولة رقم واحد على العالم في التحرش، رقم واحد في الوطن العربي في نسب الطلاق، رقم واحد في يعني أو ذات درجة تانية أو تالتة في نسبة العنف ضد المرأة، عندك نسبة المرأة المعيلة زادت بقت بنسبة 35%، ده بيخليني المجتمع الدولي بيبصلك إزاي. أنا زعلانة على المرأة بس زعلانة أكتر على الرجل. انت دلوقتي صورتك بره مش حلوه خالص، والمشكله ان انت مش فاهم كده، فاكر ان الاجنبيه هتموت عليك وكده يعني. انت مش متجوزه طبعا؟ لا متزوجه. صدمتيني يا امير. طب تعملي ايه مع جوزك؟ متزوجه، ولكن انا ما بصرحش كده على الصفحه الحقيقه، لان هو يقول لك ايه، ده انت معقده عشان ما اتجوزتيش، تمام. ولو قلت له متجوزه، ده انت هو بقى اللي معاكي كده فعشان كده انت جايه تتكلمي. ولو قلت لهم يا جماعه هو متوافق معايا فكريا، يبقى مش راجل بقى. فهتلاقي الناس كلها ترد صح ايه صح الردود دي يعني. طيب العنوسه كان ليها نصيب في صفحتك؟ بس للاسف مش كان نصيب كبير، لان هم ما بيرضوش ان انا اتكلم عنهم حالات معينه يعني. ما بترضاش اللي هي تطلع بتبقى ست يعني، او البنت بتبقى دايما محطوطه في ام المجتمع بيخاف ان هي تطلع تتكلم بجراءه او بصراحه. بس اعتقد ان المساله دي دلوقتي ما بقتش موجوده قوي يا اميره كده. حاليا ابتدت البنت تتطور وتتكلم، بس بتلاقي الهجوم وبتلاقي الضغط، ومش كله بيستحمل يقف قدام اصنام المجتمع اللي المجتمع عملها له. يعني بالنسبه للعنوسه مثلا، العنوسه دي ليها اسباب كتير جدا، اسباب اقتصاديه واجتماعيه، ولا كلمه عانس ما بتتخصصش البنت، لا الشاب عانس والفتاه عانس. ايوه طبعا علميا الكلام ده. انت بقى يعني مثلا انت عانس وباير كمان، فانت ما تقعدش توجه الكلمه دي للبنت يا عيني، لان هي نفسها بتبقى عليها ضغط، فانت المجتمع بيضغط عليها. احنا عندنا سؤال في البرنامج، قلنا في اول البرنامج مرحله حرجه يعني العنوسه. طبعا جات لنا تقريبا اجابات كتير قوي على الفيسبوك، من بسبوسه جميل وهلا نور الدين ونهى السيد وايه وليلى مجدي وليلى ابراهيم ونور منصور، كل دول، ونسمه محمد ووفاء علي ومنى امين وسومه علي، كل دول بيقولوا ان العنوسه دي حريه واختيار، يعني مش يعني هي مختاره انها ما تتجوزش دلوقتي بالزبط. عشان تتمتع بحريتها، يبقى اذا في حريه بالظبط. في جزء منها كبير كده يعني، الحريه اللي بالنسبه للعنوسه في هي اللي بتختار كده، زي البطاله الاختياريه كده بالظبط. انا اللي بختار ان انا مش هشتغل الشغل دون وهقعد في البيت احسن. هي على فكره انا عايزه اوضح حاجه، اتكلم عن اللي بعتولي بقى اللي هي بيبقى سنها عدى الجواز. اولا بيبصوا للمتزوجه نظره الشفقه، يعني انت كمتزوجه لما بتبص لها يا حرام ما اتجوزتي بتقول لك يا عيني على اللي انت فيه، بتبص لشكلنا بعد ما اتبهدلنا وبتبص لنفسيتنا برضه. لا دي بقى تبقى عندها يعني مش عايزه اقول يعني بيبقى عندها دي انها ما اتجوزتش زيك ولا عملت بيت ولا اطفال ولا ولا ولا، فتقول لك ايه لا ده انت متجوزه. طبعا برضه مش كلهم، ايوه بقول بعض تمام. منهم مش هنا مش معممه، في حالات بتبص لنا، بس الاغلبيه دلوقتي اللي زهقوا من كتر ضغط الناس عليهم، كل ما واحده تشوفها مش هنفرح بيكي، النبي ما هنولها لك يا طنط ولا تشوفي فرح. دي من عيلتها ومامتها على طول وخالتها او جارتها او اي معارف او الاقارب. هي طبعا بتبقى فرحه الام ان بنتها تتجوز، لكن ما تعرفش ان هي اللي مختاره انها ما تتجوزش لحد دلوقتي. وفي بنات ما بيجي لهمش حد. لا بيجي، القصه مش ما بيجي لهمش او كده، في بنات بترفض. بص حضرتك، احنا قلنا ان في اسباب اقتصاديه واسباب اجتماعيه، تمام؟
يعني في احد الحالات بنات بترفض مثلا بنت كليه صيدله لو تقدم لها حقوق بترفض، تقول لك انا اتجوز واحد حقوق، يعني هو المفروض يقدم على مكتب التنسيق قبل ما يجي لك مثلا. ففي حالات عشان كده بقول لك ان في بيتقدموا وهم اللي مش بيرضوا، وفي ناس ما بتتقدمش اصلا لحد. يعني في بنات من كتر ما هي فاهمه، معلش انا هتكلم باللي انا بشوفه في المجتمع، ما خليها نفسها تتمتع بحريه زياده عن اللزوم شويه، لكنها اخلاقيا 100% سليمه جدا، لكن الظاهر بيخلي الشباب يخافوا. يعني بمعنى ايه؟ انه دلوقتي لو شاف بنات كتير احنا بنشوفهم دلوقتي قاعدين على الكافيهات بيشربوا شيشه، بتقول لك دي حريه. انا في اعتقادي اوكي حريه، بس انت بنت لازم تحافظي على شكلك، يعني ما ينفعش تبقي منفتحه قوي كده. تمام. هي المشكله ان هي بتبقى مش المنفتحه اللي بتواجه العنوسه. انا اقول لحضرتك اهو، المشكله ان اللي بتبقى عندها فكر، دي اللي انا بتكلم عنها، اللي هي بتبقى عندها فكر عايزه حد يتكلم معاها يناقشها. الراجل بيخاف من الست الذكيه، بيطلب ان هي بنته تكون ذكيه واخته ذكيه، انما مراته لا بيخاف منها. ست بتمثل الغباء دلوقتي، اللي عايزه تتجوز بتمثل الغباء عليه عشان تتجوز، عشان تسهل ان هي انا الصوره اللي في خيالك، بتحاول ترسم صوره مش بتاعتها، وفي الاخر هما الاثنين كل واحد فيهم يصطدم على ارض الواقع طبعا. وتلاقي الاختلافات حصلت، وكل واحد اولا احنا عندنا مشكله ان احنا مش فاهمين يعني ايه جواز. تعالي اسالي الشاب، حضرتك عايز تتجوز ليه؟ انا عايز واحده تريحني. طب وانت عايزه تتجوزي ليه؟ انا عايز واحد الفارس الاحلام اللي هياخدني وطير والامومه والطفوله ورسالتي وكده. تمام. ايه الاثنين بيجوا بيصطدموا على ارض الواقع؟ الجواز مش كده، الجواز حاجه اسمها مشاركه، مشاركه لا مغالبه. الجواز مشاركه، شاركني شاركني ايه وانا اشاركك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ربنا سبحانه وتعالى لخص كل ما يخص في علاقة الرجل والمرأة في مودة ورحمة. الحب ما بيدومش، الحب ما بيدومش، أنا بحبك دلوقتي بكرة جرحت بعده تصالحنا بعده حبيتك تاني، إنما المودة والرحمة هي دي اللي بتبقى دايما بين طبعا. الأزواج، ودي ما بتجيش من غير ان انا الاحترام. يعني مثلا انا بدأ كزوج بدل ما افكر شكلي قدام الناس وان انا سيطر عشان ما حدش يقول لي كده، انا افكر مرضيش الناس، انا افكر ارض رب الناس كزوجة كالآتي برضه. يعني مثلا من ضمن اسباب العنوسة موضوع تأسيس العفش ده، انا عايز اسأل النيش ده ايه لازمته في المطبخ او في الشقة؟ يعني ايه لازمة النيش؟ لا دلوقتي خلاص ما بقاش في النيش ده، بقى في حاجات اهم كتير، في كتير ده حتى لكن يقولك مش انا عارف إيه. انا زي ما قلت في اول الحلقه مش ضروري يا جماعه تغالوا حتى في الشبكه، يعني حتى لو الشبكه الدبله ومحبس، لو انت قادر تجيب المحبس الماس تمام، مش قادر يبقى الدبله بس. والشبكه ممكن تكون فضه، فضه جميله جدا فيها اشكال جميله جدا، لانها بتتركن بعد شويه ولما بيتعذروا ممكن يبيعوها. يعني هي بس بتلبسها شويه اول الجواز عشان تفرجها لاصحاباتها وقرايبها وخلاص. تمام. احنا بنعاني حضرتك من مشكله اسمها مشكله المماريه، ودي حرام ان انا اقعد اماري، يعني اقعد اقارن دي جات لها شبكه ب 25 ودي ب 15 دي مش اقل من دي، لا احنا اللي هنكمل الذهب، الكلام ده كله مش موجود. احنا خرجنا عن المعادله الطبيعيه والمنهج اللي ربنا نزله لنا سبحانه وتعالى، فعشان كده الكيمياء اتلعب فيها. الراجل والمراه كيمياء، علاقه ربنا شبهها بالليل والنهار، يعني جاء تعقيب والذكر والانثى ان سعيكم لشتى بعد ذكر الليل والنهار. الليل والنهار هتلاقي حضرتك كده ايه، الليل لوحده والنهار لوحده، انت ليكي خلق وانت ليا خلق، انا وانت بنكمل بعض بنعمل حاجه اسمها يوم اللي هو المعيش، الراجل بيكمل الست والست بتكمل الراجل. مفيش حاجه يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ادالكش تفضيل، ربنا ادالك مسؤوليه. أخبار الكيمياء مع جوزك إيه؟ وكلكم مسؤول عن رعيتي. إن أنا يعني أخبار الكيمياء مع جوزك إيه؟ ما تهربيش في السؤال. لا أخبار، لا معلش والله مش بهرب، الكيمياء متظبطة. بصي أقول لك على حاجة. طيب ما هو أنتِ مثلا أهو. أيوان إلا من رحم ربي. يعني مثلا أمال عايزة تعقدي البنات أنا واحدة من الناس ما كنتش هتجوز. تمام؟ أنا واحدة من الناس أيوة لقيتي شريك حياتك.
اللي هو ايه اللي بقى؟ حصل توافق بينك وبينه. تمام، بصيت لظروف ماديه ما حصلش. حتى والدي، احنا 3 بنات، اما جينا نتجوز مقدرتكم اتفاجئوا. ماشي، مقدرتكم شوفوا انتوا هتعملوا. انا اتخانقت، اول مشكله بيني وبين زوجي دون واحنا مخطوبين انه جاب حاجه زياده عن الخاتم والدبل. دي كانت اول مشكله وترب بيني. طيب وانت ما بتقوليش الكلام ده بقى ليه على صفحتك؟ يعني بالنسبه معقده البنات ليه؟ مش معقده البنات، انا يعني من نظره النظره العامه، يعني بيقولوا كنت بتضايق قوي لما المثل ده يذكر، ان الحسنه تخص والسيئه تعم. صوره الراجل المصري بقت وحشه قوي، بقت وحشه حقيقي، مش هنهرب منها. طيب انا بشكرك يا اميره جدا، ولنا لقاءات اخرى، وخفي عن الرجاله شويه لو سمحت. ميرسي قوي، شكرا جدا. يلا نطلع فاصل ونروح للمطبخ. ماشي، ميرسي. العب. ورجعنا لكم تاني مع فقره المطبخ اللي هي عباره عن مسابقه بين 5 شيفات. معانا ضيفة جديدة النهاردة اللي هي فاطمة حسن، لحد إن شاء الله ما يرجع لنا الشيف حسن حسونة حبيبي بالسلامة. ازيك يا بطاطس؟ ازيك يا مدام هيدا؟ عاملة إيه؟ الحمد لله كويس. هتعمل لنا إيه النهاردة؟ هعمل نجرسكو. نجرسكو؟ أه، وكريب بالشوكولاتة، كريب وعصير موز بالكاكاو. موز بالكاكاو؟ مع ان ده لعبتي يا فاطمه العصير، بس انا في المسابقه ما اقدرش ادخل جوه المطبخ واساعد. طيب هتبتدي لنا بالنجرسكو؟ طيب يا قلبي. طيب انا حاطه الطاسه فيها شويه زيت، وهنزل بالفراخ. هنقول مقادير النجرسكو: كيس مكرونه بينا، ونص كيلو فراخ صدور، كريمة لباني، 2 معلقة دقيق، نص كيلو لبن، جبنة موتزاريلا. فاطمة حطت زيت في الطاسة. أنا بعمل زي الحكام بتوع الكورة. فاطمة حطت زيت في الطاسة، شقلبت عليهم الفراخ، وبتقلب الفراخ. الفراخ بتتقلب. حطت إيه؟ المشروم. إيه ده؟ المشروم دخل عليهم ده ولا إيه؟ آه، دخلت عليهم المشروم. كان قاعد على الدكة، دخل المشروم مع الفراخ. واحط لها شويه ملح صغيره، شويه ملح، وحطت شويه ملح. تمام. شويه فلفل اسود، وشويه فلفل اسود، شويه كزبره صغيرين، شويه كزبره صغيرين. تمام. وحط شويه زعتر، شويه زعتر. كل الحاجات دي دخلت على الملعب بتاع الفراخ، وهيتقلبوا مع بعضياتهم دلوقتي. تمام. شاطرة يا فاطمة، بسرعة يا فاطمة، عشان الوقت يا فاطمة. طيب أول بس ما يعني تستوي شوية هعمل البشاميل. تعملي البشاميل؟ البشاميل أنا حطها زيت. أه، وحط معلقة يعني مكعبين زبدة. مكعبين زبدة مع الزيت. لازم يكون يعني الدقيق يكون أقل منهم عشان ما يكلكعش. تمام. معلقتين بالظبط أهو. هتقلب بقى الدقيق مع الزبدة والزيت. اهو البشاميل اهو هيبتدي ياخد قوام، بعدين تنزل باللبن. ايوه، بس بحب اقلبها شويه. انت عارفه يا فاطمه في المسابقه بتاعتنا السرعه مطلوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطت اللبن عشان البشاميل. انا عارفه. خد ساكت بقى. بسم الله. ماما تبيني ماما. سيد دخل الملعب، سيد بينظف الملعب. شاطر يا سوسو. حط بس ايه، كوباية كريمة، كوباية كريمة لباني. حط على البشاميل عشان بس تختلف عن طعم بشاميلنا عن المكرونه الفرن العاديه. اه اوكي. يعني انت ما بتحطيش في البشاميل كريمه لباني يا فاطمه، مش كده؟ لا، تحطي الدقيق واللبن والزبده والزيتون. اه بس. اه، احط له شويه فلفل بس صغيرين، وشويه ملح.
يديله بس يعني ملح اساسي بس، الفلفل يديله شويه تيست حلو. تمام. هو كل اكله يعني اللازانيا وكانيلوني بعملهم ببشاميل تاني خالص. بسلق الاول جزر مبشور مع قرفه، واخد الميه دي اعملها بلبن بودره، الميه بتاعتهم بعد ما اصفيها. ايه الافتكاسات دي يا فاطمه؟ ما هو الاكل عباره عن افتكاسات مش كده؟ يعني تقعدي تفكري تحطي ايه على ايه كده ما تبقاش لازم تخترعي. انا بحب المطبخ جدا، دي هوايتي المفضله. تمام. فيعني بحب اجدد في الاكل، ما بحبش التست بتاع الاكل يفضل زي ما هو، يعني كل مره زي يطلع زي ما هو، لا يعني تجديد حلو طبعا. بس حتى بالنسبه للعين يا فاطمه، يعني انت لما تحطي طبق وتجرنشيه بطريقه معينه كده كل مره مختلفه عن الثانيه، يعني يقولوا لك العين بتاكل قبل طبعا لازم الاكل يكون شكله حلو. لو شكله وحش انت حتى لو طعمه حلو هتقرفي تاكليه. بالظبط. مش هتحبيه. بالظبط. هي بس هتتخن سنه صغيره. براحتك خالص. بتقلبي تاني الفراخ على بال ما تتشوح كويس. هي مش عارفه وهي سيد يا ريت يعني شفتك. وبعدين ممكن نشيل الحاجات دي بس، انا كده خلاص مش عايزه ادوق. طبعا كنت لسه هعمل كده والله. السرعه لازم. ممكن تجيب لي بايركس بس معلش؟ ولا انا هنجيبه؟ سيد عايزين طبق بايركس ينزل الملعب عشان ايوه. يا جماعة أنا عايزة أكلمكم عن الفقرة اللي فاتت برضو وأقول إنه إحنا مش بنهاجم الرجالة، يعني أنا مستغربة قوي إن أميرة بصراحة صفحتها على الفيسبوك مسمياها المرأة المتوحشة وهي متزوجة مستقرة وربنا يهدي سرها يا رب، بس برضو الهجوم على الرجالة كتير قوي كده، يعني في رجالة فعلا صالحين جدا ورجالة محترمة جدا، واحنا اللي بنتكلم عنهم دي نسبه بسيطه على فكره مش نسبه كبيره. دلوقتي الرجاله بتتحمل مسؤوليه والستات برضو بتتحمل مسؤوليه عشان المركب تمشي. ما هو ما ينفعش انه ابقى ست قاعده منتخه في البيت واقول جوزي يصرف عليا وجوزي يجيب لي ويودي لي غير الا القادرين طبعا، او اللي مقعد مراته بيقول لها مش عايز مراتي تشتغل، ده موضوع تاني. لكن مش تستوي. اللي بيرضى ان مراته تنزل وتشتغل هتساعده يعني. فانا معلش انا بتاسف للرجاله. الرجاله هتاخد مني موقف بس لا مش هتاخد مني موقف، لانه هم عارفين ان انا بقف في صفهم يعني. فاطمه الفراخ دي تتشوح تستوي خالص؟ لازم. هو كلها بس بتاخد وش في الفرن، كل حاجه مستويه فيها. تمام. بس طب بس معرفش. وهي الفراخ اصلا الصدور ما بتاخدش وقت في ال ما بتاخدش اجبرها او 10 دقايق 12 دقيقه على النار، بس لو نار جامده يعني. تمام تمام. بس طبعا احنا سالقين المكرونه من قبل كده. تمام كده هي خلاص. ريحه الفراخ يا فاطمه جامده. يا رب تعجبك والله. انت حطيتي زعتر يا فاطمه؟ زعتر وفلفل اسود وملح وشويه كزبره. وشويه كزبره بتديها طعم حلو. هو فعلا انا اكتشفت ان الكزبره لما بتتحط، انا متعلمه الحكايه دي من الشيف حسن، بيحط البهارات كلها والكزبره بتدي لاي اكل طعم مميز كده. بتديها طعم حلو بالذات مع الزعتر ما لسه بحط لها بعد ما بتستوي دي معلقتين من الكريمة الخلطه اللي انا عاملاها دي. بحطها شويه مع شويه جبنه موزاريلا، بعدين احط عليهم مكرونه اقلبهم في بايركس والبشاميل وجبنه موزاريلا وخلاص. تمام. ما بتاخدش وقت. طب هل ممكن ستات البيوت يا فاطمه يعملوا الفراخ بالطريقه دي وتحفظها مثلا في الفريزر في علبه او في كده؟ ما عادي بعملها. بتتعمل. ولما تعوزيها تطلعيها تسلقي بس المكرونه ما بتاخدش وقت، هي تفك بس يعني سيبها تفك شويه وخلاص، ربع ساعه كبيره قوي بتنفك. بالظبط. تمام. طيب هل يا فاطمه الاحتفاظ بالبشاميل في الفريزر كويس ولا؟ انا بعملها بس ما يقعدش مده طويله، يعني اسبوع 10 ايام بس، اكتر من كده مش هيبقى حلو. انا بعملها ويعني لو بقى مرموش حرام، بشيله في كيس او علبه واشيله في الفريزر، ولما يعني ساعات بيطب عليكي فجاه كده ناس فتبقي مستعده لاي حاجه على طول. هي كده خلاص صح؟ فاطمه انت انسه مش متزوجه مش كده؟ لا متجوزه. متجوزه؟ امال شكلك انسه. لا متجوزه وعندي ساره.
حبيبتي ساره. ساره عندها قد ايه؟ سنتين. اللهم صل على النبي. بس طيب جوزك بقى مفيش مره كده دخل عليك البيت وقال لك انا نفسي اكل اكله انت ما بتعرفيش تعملي؟ بتعملي ايه؟ بعملها، بتحدى مع نفسي اعملها، تطلع حلوه تطلع. اصل ما لو انا عقدت نفسي مش هطبخ، فانت لازم يعني احاول انا اعمل. مره تطلع حلو، مره لا هتطلع نص نص، مره مش هتتاكل خالص. يعني لازم. ايوه، لكن انت بتتحدي نفسك فعلا، ولو في اكله انت ما بتعرفيش تعمليها بعملها. يعني سهله، تجيبي طريقتها من اي دلوقتي الشيفات بس ما شاء الله كتير. سهله تجيبي اي طريقه. بعدين الاكل افتكاسه، يعني ممكن تغيري انت حاجه طبعا. تشيلي حاجه وتحطي طبعا. حاجه زي يعني طبعا. يعني مثلا الناس ما بتحبش المشروم، اعملها فراخ بس، احط مكانها زيتون، احط مكانها خضار، بتنفع. مش هتقول لا. يعني ممكن بدل المشروم تحطي زيتون او تحطي خضار، اي حاجه، ما مش شرط. في ناس ما بتحبش المشروم. ايوه فعلا، انا بعملها في البيت من غير مشروم. صحيح كده يعني، وبجددها يعني، مش نفس الطريقه. ساعات بحط لها جبنه كوبايه، بتدي طعم تاني وتست احلى. اللي موجود عندك بتتصرفي بيه؟ كل حاجه عندي لازم احطها. ايه؟ لازم تجربي. مره هتطلع حلو قوي، مره مش قوي، مره لا هتطلع جميل قوي. مش مره جوزك كده اكل وبعد ما اكل قال لي ايه الاكل وحش جدا يا فاطمه؟ ايه ده يا حبه عيني كتير؟ ما يقدرش. عمره ما قالها. لا لا ما يقدرش. لا هو ما يقدرش يا فاطمه. لا هو ما يقدرش، الاكل حلو مش عشان خاطر حاجه. لو ما يعجبوش مش هياكله اصلا. لو مش هيعجبه مش هياكل. بعدين عادي يعني، يقول لي رايه ومش مشكله، ما بزعلش. يعني لو حد قال لي الاكل مثلا مش حلو المره دي ما بزعلش، بالعكس انا بحب حد يقول لي رايه عشان لو المره الجايه اجدد او اشيل حاجه مثلا ما عجبتهمش كده يعني. صح. فاطمه حطت شويه من البشاميل ده على الفراخ وهي على النار. طب نحطه هنا تاني مش مشكله. حطيت جبنه اهي كمان والحاجه على النار برضو. يعني مش ضروري تشرب ميتها كلها يا فاطمه؟ لا هي مش يعني مش هجرى حاجه، هتخلي فيها شويه ميه برضو. لا مش هجرى حاجه، حتى لو شربت ميتها عادي، ما شربتهاش برضو ما مش وحشه. مش ما هي مغسوله كويس، هيبقى فيها صوص. بس هي يعني انت غاسله فراخ كويس قوي، فيعني ما فيش حاجه مضره فيها. لا مش قصدي قصدي ان ممكن تحطيها مع يعني تعملي النجرسكو بالفراخ كده وهي فيها صوص برضو. عادي، هتبقى الصوص بتاعها هيبقى ليه صوص اكتر من صراحه انا بحب الحاجات اللي محطوط عليها بشاميل او كده، ما يبقاش البشاميل جامد، لا يبقى فيه كده بيلز يعني كده. بحب الاكل اللي بيلز. تمام ثواني بس اشوفها. صح، انت عارف بيلز يعني ايه؟ والله العظيم ما بحبش الاكل اللي هو ناشف. بس الفراخ استوت اصلا خلاص يعني. يعني احب كده فيه لهاليط كده. تمام ميرسي يا سيد. بيلز بيلز جايه من لز، يا لز يا عسل. لا بيلز يعني 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 في نسبه كده لز يا بز. دخلت المطبخ وانت عندك كام سنه يا فاطمه؟ وانا في ثالثه اعدادي. في ثالثه اعدادي قلت لهم بقى انا هعمل لكم اكل النهارده وكده؟ لا هما كانوا مسافرين بابا وماما. استفردتي بالبيت والمطبخ؟ عملت بشاميل، عملت فراخ بالفريك، عملت جلاش ورقاق. ده اول مره؟ والله. ده انت المراه الخارقه يا فاطمه. تحدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصلتي الاول؟ تعالى ولا سيد شيل الطاسه حطها في الطاير. كده مش عارفه اشيلها. فاطمه رقيقه. ممكن جوزك يدخل معاكي ساعتك في المطبخ؟ ما بحبش. ما بتحبيش؟ تحبي تبقي واقفه في المطبخ؟ بمزاج يعني، بفنن اكتر. لا لكن لو عرض عليك انه يدخل معاكي؟ هو ما بحبش المطبخ. ما بيحبش المطبخ؟ لا خالص. ياكل وخلاص. بس بالظبط كده، ملوش حاجه، ملوش دعوه بحاجه ثانيه. من هو اصلا خريج سياحه وفنادق. طب امال ايه؟ قسم مطبخ كمان يعني. كمان؟ على الهوا بقى. لا هو عشان يمكن كده يقول لك بقى انا يعني هدخل بيته في السوق يعني. لا لا هو مش بيشتغل في مجاله اطلاقا يعني.
والله برافو عليه، يعني واخد معاه شهاده. ممكن بشاميل التاني اللي عامله عشان ده طلع مش كتير. لحظه سقوط البشاميل يا استاذ مجدي، ثواني بس ثواني. الله الله يا جماعه ريحه بجد. وده ايه ده يا فاطمه؟ بشاميل برضو كنت عاملاه برضو احتياطي عشان لو ده طلع قليل. لا ما انا بحب اعمل احتياطات وده يطلع برضو قليل. يا مكتره لي اللظ عشان قلت لها انا بحب اللظ قال لي ملظ. قولي لي يا فاطمه بقى، انا مش عايزه الخيمك بس ردي عليا وانت بتشتغلي يعني. معاك حضرتك. ايه رايك في المراه المتوحشه اللي كنا جايبينها في الفقره اللي قبل كده دي؟ بصي انا من وجهه نظري عشان محدش يزعل مني، في ناس كده بيبقى عندها كبت او يعني مش حابه كذا حاجه، بتحب تعقد ناس كتير من حاجات كتير قوي مع انها متزوجه. مش عارفه بقى، هي بقى متعقده نفسيا من بدري. مش عشان ما تزعلش مني بس لا اكون مستنياني بره. لا ما تخافيش هتخرجي تحت حراس بره ولا حاجه. تمام. لا هو 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 في ناس ما بيبقوش معقدين ولا حاجه، بيحبوا الشهره، بيحبوا يقولوا رايهم في حاجه هم ما كانوش قادرين يقولوا فيها رايهم، فلما بتتجوز بقى وتستقل بحياتها تفرد بقى وتقول هي كانت عايزاه ايه. بس برضو ده مش وحش على فكره، لا لولا اختلاف الحاجات لبارت الحاجات. طيب احنا ما ينفعش نطلع التانية يعني، نحط دي ونجيب التانية دي. انت حطيتي جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر بالظبط، لو ما فيش الاتنين ابشروا جبنة رومي رومي وتتحط عادي. انا ساعات احط الجبنة اللي هي المكعبات دي، مش عايزة اقول اسمها عشان ما تبقاش دعاية، احط مثلا خمسة ستة كده في البشاميل اللي هو بيتعمل. بس انا بعملها ساعات مش كده بتطلع حلوه قوي جدا. ما بصي شفتي انت بتحطي حاجه، قلت لك انا الاكل عباره عن انت كل حاجه انت عايزاها تحطيها. هو الاكل ذوق على فكره، مش بيقول لك لا يعني الاكل ذوق. انا خلاص لكم الجبنه. يلا يا سيد. قولي يا سيد ممكن نحط ده؟ ميرسي ميرسي ميرسي. كانت فاطمة محضرة الله الله عشان يعني تقول لكم يا جماعة انه عملتها قدامكم، بس هي كانت مجهزة الله الله الله. تمام انا كده البولة بتاعت الكبة. تمام عايزة شوكة او مضرب اي حاجة. هما الكريب سهل جدا، بيضتين وفنجان سكر وباك يعني كيس فانيليا ودقيق وكوبايه لبن. شكلها جميل قوي، شكلها جميل جدا. والورده اللي انت عاملاها يا فاطمه شكلها حلو، انا كنت بتغاظ من حسن هيقعد يعني يعمل لي ورد وبتاع، بس انا كنت انت عارفه باكله له باكله الورده دي. ربنا يرجعه بالسلامه يا رب ان شاء الله. فاطمه بتعمل الكريب، اتنين بيضه، كيس فانيليا، فنجان سكر، كوب دقيق، نص كوب لبن، كلهم يتلخفصوا في بعض. الدقيق بقى يتحط شويه بشويه يعني مش كله مره واحده، ولا اللبن عشان ما يبقى سايل قوي ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. يعني وانت بتضربي الحاجات في بعض تحسي اذا كان عايز دقيق او عايز لبن، تبتدي شويه شويه بتحطي اللبن او الدقيق عشان ما تكتريش، ممكن حاجه تطلع اكتر من حاجه.
وخلاص ساعتها بقى كده بقى الموضوع عك منك. لا ان شاء الله مش هيعك كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قدامنا 10 دقايق يا بطل. خلاص انا مجهزه برضو كل حاجه متخافيش، بس انا هعمل قدامه بس واحد كريب. انا برضو عامله العجينه لو، بس حبيت اوري كل حاجه. لازم طبعا. طيب. خلاص اهو تمام. الكريب ده يا جماعه من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل، يعني اذا لو الولاد مثلا رايحين المدرسه زهقوا من الساندوتشات وبتاع، بيتعمل الكريب يجوا ياكلوه، تبز الشوكولاته من حته وتبقى فضيحه في المدرسه، او يعملوه يحطوا فيه مربى او برضو. العجينه بتاعت الكريب يا فاطمه ممكن نعملها ونحطها في الفريزر ولا لا؟ لا هي اصلا ما بتاخدش وقت. لا يعني ممكن اشيل دول. انت بتصفيه عشان ما يبقاش فيه اي كلكعه ولا اي حاجه، عشان الحاجات دي ماشي. ما تبقى العجينه ما تعمليها ما تبقاش باينه فيها كلكعة حاجه. تمام. بس خلاص خلصت. يلا انا هي واحده اليوم هي دي. خلصنا الكريب وفاطمه هتحطه بقى. هتحطي زيت بس يا فاطمه؟ زيت بقى. احنا المسابقه بتاعتنا يا جماعه بيبقى على طعم الاكل طبعا والسرعه في الاداء. وبسم الله ما شاء الله فاطمه يعني عملت لنا صنفين يعني بياخدوا وقت شويه، بس هي ما خدتش فيهم وقت خالص بصراحه. الكريب ده كان جاهز. عاملاه برضه غير اللي بيتعمل على النار. انت ما بتحطيش جوه الكريب حاجه يا فاطمه، بتحطي هعمل على واحده كده واحده كده. اوكي تمام. شوف بس لسه ولا لسه على النار اهو. طيب سقلطيها بقى يا فاطمه. لا مش قوي كده لسه يعني. لسه شو؟ لسه ما وصلتش للمرحله دي. لا لسه لسه ابيض. ما بتعرفيش تعملي الطاسه كده يا فاطمه تروحي ولو لبست وشي. لا مش تعمليها المره دي يعني، المفروض تقعدي تتمرني عليها. طبعا انا استحال اعملها يعني، انا بقول لك كده يعني قال يعني انا بعملها ما بعملهاش خالص. من زمان شو كده كنت عايزاه. يتحط بقى شوكولاته، يتحط مربى فراوله، برتقان، اي حاجه انتوا. مش برتقان عصير طبعا. مربى برتقان. يا سلام على الاشكال. هي الشوكولاته بتبقى سايحه اكتر من كده، بتبقى احسن. تمام. بس ايوه اهي تمام اهي كده. الله الله الله. بقى من سيد دي خالص. انت قلبتها سايد من ورايا. طيب قول. ودي كريباية تانية فاطمة بتحط جواها الشوكولاتة.
والله يا جماعه الكريب ده يعني حلو جدا، يعني لما يطب علينا ناس ولا حاجه ممكن طبعا قبليها شويه يعني نعمل الكريب ده ونقدمه زي المثال. و يا سلام عليك يا ابو سيد، تطلع على السيرك على طول. سيد راح عامل كده الطاسه وراح بريك، برافو عليك يا سوسو. ممكن كمان نحشي بقى الكريب ده حاجات حادقه يا فاطمه مش كده؟ لا بس ما نحطوش سكر ولا فانيليا. طبعا، او لو حطينا فانيليا ما نحطش سكر اكيد، لكن ما فيش مانع من ان احنا نحط فانيليا. لا مش تمام عشان زفرت البيض. اوكي تمام اهو تمام. ده شكل تاني من الكريب. تمام، ممكن اعمل تاني عادي عشان عايزه اروح اعمل عصير. كفايه. اعملي واحده كمان وعشان نخش على العصير. دي بيضه بقى. شوكولاته بيضه حلوه بس دي خلاص مش ينفع احشيها. بس يا سي تمام اهو، نحط بقى زبيب بقى. تمام اهو. تمام انا بوظت الدنيا بس عشان الحق اعمل عصير. تمام بصي بسم الله. قلتي العصير موز باللبن بايه تاني يا فاطمه؟ بالكاكاو. بالكاكاو ممكن شوكه بس سايب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت موز على اللبن، لبن على الموز، بعدين الكاكاو، عسل نحل. ليه كده؟ ليه كده؟ سيد حاجه عندكم جامده كده. امال ايه عشان خلصت. عرفت معاناتك. شفتي بقى لما بنده على سيد يفتح لي ال تمام قوي كده. خلاص يا سيد مش عايزه لبن تاني. خلاص انت لقيتي السمك بتاعه كويس كده مش طبعاً. هتحطي لبن تاني. ممكن بس كلينكس يا سيد معلش. نعم. عايز منديل. عايزه ايه يا فاطمه؟ منديل. منديل يا سعيد. حلوين دول. حلوين دول. دول علشاني. معلش يا سعيد. نبقى ظبطنا الدنيا بتاعتنا. ليكي بقى في الاسماك والجمبري والحركات يا فاطمه؟ الحمد لله. طب ما تقولي لنا على طريقه لطيفه وسهله كده الناس تعمل بيها صينيه سمك مثلا. صينيه سمك؟ لا سمك ما. في الصينيه. سمك في... يعني بصي اقول لك انا ما بحبش الحاجات اللي هي ايه القديمه اللي هي مثلا صينيه السمك والحاجات دي، لا بعمل طب قولي لنا الحاجه الجديده. لا يعني الجمبري مش لازم يتسلق والخطوات لا. بشويه، مش شرط اشويه جوه الجريل او مثلا جوه الفرن،
لا انا بفك طبعا الظهر بتاعه، بتنظف كويس جدا. تمام. بليمون عشان بس مش ليمون كتير عشان ما تهريش. تمام. وبنقعه بقى في ليمون وخل ومستردة، بحط له بقى الثوم. تمام. واقلبهم في بعض شويه بقى، ملح وكزبره كده برضو، حبه والبهارات وكمون طبعا، وبنقعه فيه بقى بالليل عشان اصحى تاني يوم اعمله. وبعدين هجيب بقى صينيه تفال عادي جدا وشرايح بصل من تحت، وبكل ده بكل خلطه اروح حطاهم في الصينيه وعلى النار او من غير ميه ولا اي حاجه. طبعا عشان هو بيطلع ميه. لو احتاج شويه ميه مش اكتر من فنجان ميه، اكتر من كده مفيش. تمام. بس الحمد لله. والله دي وصفه سهله ودي وصفه هايله. طيب شفتوا يا جماعه الجمبري بيتعمل، وممكن تعملي السمك بنفس الطريقه. السمك الفيليه. الفيليه بتقطع حته صغيره واعمله بنفس الطريقه، والدقيق وانا فاضيه، بس ما ينفعش بحطه في اعمله بالدقيق واشيله في الثلاجه. لا، بعد ما يطلع من الثلاجه تاني يوم بتحطيه في الدقيق تاني. لازم عشان لو حطيته في الدقيق في الثلاجه بيمسك الدقيق فيه. ما ينفعش يعني، ما ينفعش احمره كده على طول. طب انت في رمضان يا فاطمه بتبقي مجهزه اكلات وحطها في الفريزر؟ لا والله خالص، كل يوم بيوم. عشان انا جوزي ما بيحبش الاكل اللي متشال، لازم كل حاجه تتعمل قدامي. طب ما هو انت هتشيلي حاجات نيه في الفريزر؟ لا برضه انا بعمل كل حاجه الحمد لله، ما فيش حاجه بتاخد معايا وقت كتير، يعني بحب المطبخ فسريعه فيه يعني. وفي الحلويات برضو نفس ال مش قوي بصراحه يعني. في الحوادق اكتر، في اي حاجه حادق ادوس فيها، بس الحلويات رخمه شويه ان المقادير بتاعتها لازم تبقى بالظبط، ما ينفعش اشيل حاجه واحط حاجه. صح. لما الحالق عادي يعني، مش شرط، ما فيش ملح ممكن تحطي ماجي، ما فيش ماجي تحطي ملح، حاجه بتشيل حاجه. لما الحلو لازم، والمعجنات برضو لازم، برضو الاساسيات بتاعتها تبقى صح، ما ينفعش ان ما فيش حاجه تبوظ مني. بس والله يا فاطمه شوفي يا استاذ مجدي اهو، الحمد لله رب العالمين اتعمل لنا 1 2 3 يعني حتى اللي هي عملتها قدامنا ودخلت الفرن استوت الحمد لله، واللي كانت مجهزاها طبعا برضو موجوده معانا عشان عامله حساب الوحوش اللي هنا. ما انت يا فاطمه بعد ثانيه واحده بما يخلص ما دام مش هتلاقي حاجه من دي موجوده. بألف انا يا رب بس يعجبكم. والله طبعا يا رب بس. بصي انا يعني من كتر وقفتي جنب الشيف حسن ربنا يرجعهولنا بالسلامه، عرفت مين يعني ايه، مين اللي بيعمل حاجه بيطلع طعمها حلو، لان هي بتبقى بنيه اللي معموله له يعني. احنا طبعا اتكلمنا في لو انت حبيتي المطبخ، اسف اقطع كلام حضرتك بالظبط، بتقدمي لما تقطعتي خلاص اتفضلي. لا انا اسفه يعني لو حبيتيه بتعرفي بتعملي اكل بحب. بالظبط. انا لو متضايقه بقوم اعمل اكل عشان افك عن نفسي، يعني بلاقي راحتي في المطبخ وما عنديش مانع ان انا اقف فيه وانا صايمه او انا تعبانه، بحبه جدا يعني، عندي هوايه. دي هوايتك جدا. اي اكل اي لاي حد باي كميه الحمد لله يعني. فاطمه انا مبسوطه بيكي جدا جدا بيكي وفرحانه بيكي جدا. شكرا. بقول لك تسلم ايديكي وعينيكي يا رب جداً على كل الحاجات الجميله اللي انت عملتيها. شكرا لك. ميرسي جدا ليك. بشكركم جدا، بشكر جميع العاملين معانا في الاستوديو، بشكر جميع العاملين معانا في الكنترول روم، بشكر مخرجنا المتميز الاستاذ مجدي كمال، بشكر اسره الاعداد جدا جدا جدا، وبشكر فاطمه جدا انها مشرفانا النهارده، بشكر قناه الحياه قناه رقم 1 في مصر، ان شاء الله يا رب العالمين تبقى القناه رقم 1 في العالم العربي كله، وتحيا مصر.